مع بداية السنة الجديدة الكثير من الناس تحط أهداف لتغيير حياته، ويمكن أهمها تحسين وضعها المادي، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي بيكونوا حاسبين حسابات كثيرة ويكونوا عاملين مدخرات من سنين. فكيف نعرف إذا صار الوقت مناسب لاستخدام المدخرات واستثمارها في شيء يعود عليهم بالفائدة؟ الادخار طبعا شيء إيجابي، لكن بعض المحللين يشوفون أن ترك المال في البنوك يفقد قيمته ولا يفيد حتى صاحبه. وكيف ننمي هذا المال ونكبره؟ هذا محور حديثنا اليوم مع الدكتور سالم باهمام، مستشار ومدرب مع وقف الحصالة. أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله، نورتنا. أهلا أستاذ خليل، وأنا سعيد بتواجدي معكم في هذا البرنامج. وإحنا أسعد دكتوري. طبعا الادخار سمة حلوة، لكن متى يكون الادخار غير مفيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة سؤال مهم. الادخار يكون دائما مفيد للأشخاص المدخرين، يكون في يعني جزء من الحالات ادخار غير مفيد لما يكون بلا هدف، زي ما تفضلت انه ادخار المال لحد يعني لذاته في البنك يفقد من قيمته القيمة الحقيقية على مدار السنين، ولكن هو عادة الادخار مفيد لأهداف معينة، أهداف واضحة محددة بتواريخ معينة لأغراض معينة يتم الاستفادة منها. مثلا انا ابغى اشتري سيارة، أعمل حسابي إنه إيش نوع السيارة اللي أنا أبغاها، كم تقريبا سعرها، كم لابد أنا أستقطع شهريا من دخلي، عدد السنوات المعين عند انتهاء هذه الفترة أقوم بشراء السيارة، أو استقطاع مبالغ معينة تحفظ للطوارئ لا قدر الله لأي حدث ما مفاجئ أستطيع أن أستفيد من هذه المبالغ. يعني مثل كم يعني مبالغ الطوارئ؟ نقدر نقول إذا واحد متوسط راتب 10,000. شوف، تختلف من فرد إلى فرد. راتبه 10,000 وعدد أفراد أسرته 6 أشخاص، يختلف ظروف الطوارئ عن شخص هو وزوجته فقط. أيضا نوعية الطوارئ اللي إحنا ممكن نحسبها، هل مثلا نحسبها علاجات، قد يكون حوادث سيارات لا قدر الله لم نكن مؤمنين عليها، أو قد تكون حدث كبير وجلل زي اللي حدث لنا قبل سنتين في كورونا، فترة طويلة كثير من الناس تضرروا، وخصوصا الأشخاص الذين يعني صحيح. ليس لهم دخل ثابت. أيضا في بعض الشركات يعني اضطرت تأخير رواتب، بعض الشركات قللت رواتب الموظفين لديها 50%، فتختلف على حسب احتياج من شخص إلى آخر. ولكن هي الإشكالية أيضا أستاذ خليل أن نسبة الأسر المدخرة أو الأشخاص اللي يدخرون عندنا نسبة قليلة مقارنة بالنسبة العالمية، ولذلك رؤية 2030 للمملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حرصت جدا في هذا القطاع المالي لرفع الوعي ورفع نسبة الادخار إلى 10% كحد أدنى للمنسوب العالمي. احنا عندنا اشكاليه في الادخار ان احنا شوي شعب مستهلك، ونربط ذلك الاستهلاك بعض الاحيان بالدين، نقول اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، كلها على ربنا، ولكن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم امرنا بالاخذ بالاسباب. الان النعمه موجوده، الان الدخل موجود، في فتره من الفترات سيكون هناك فيه حاجه طارئه لامر ليس لدي مدخرات له. ايضا ممكن اكبر في السن او جيني عجز. ممتاز، هذه كلها حالات طوارئ يمكن دكتور مهمه جدا، وزي ما قلت انه من شخص الى شخص تختلف، لكن ايش هي اول الاشياء اللي ادرسها قبل احط مدخراتي في اي مشروع؟ طيب احنا اول شيء اذا اتفقنا انه يكسر خليل انه الادخار امر ضروري وبدانا استقطاع مبلغ للادخار، لابد ايضا يكون هناك في مبلغ استقطاع للاستثمار. تمام. فما نبغى نربط ما بين الادخار والاستثمار، اجعل الادخار لأهداف واضحة ومحددة، وأيضا صندوق للطوارئ، ادخار للأبناء للتخرج من الجامعة، للزواج، لشراء سيارة. وخلينا ننتقل إلى الاستثمار، ما نبغى نربط ما بين الادخار والاستثمار إلا في حالة واحدة، إذا كان الإنسان ينوي الاستثمار لفترة طويلة جدا جدا جدا، أو خلينا نقول بالعامي يعني يبغى يستثمر في حاجة
منها ادخار ومنها استثمار للورثة، خلينا نقول مثلا في العقار وما العقار، ولكن هو الاستثمار بحد ذاته جميل جدا أن يكون مثلا نسبة الاستقطاع من الراتب مثلا، وتختلف من دخل فرد إلى دخل آخر، 10% ادخار و10% استثمار. قنوات الاستثمار أيضا الحمد لله قنوات كثيرة جدا، منها لابد معرفة أن هناك في استثمارات عالية المخاطر وأيضا عالية الربح وعالية الخسارة، في استثمارات متوسطة المخاطر وفي استثمارات قليلة المخاطر وأيضا قليلة المردود. فأيضا هذا يرجع على حسب رغبة الشخص في قبول نسبة المخاطر هذه وقبول نسبة الربح والخسارة. القنوات كثيرة أيضا زي ما قلت لك، منها الأسهم، منها الصناديق، منها دخول في مشاريع تجارية، منها العقار، على حسب المبلغ الذي لديك للاستثمار. ولكن الأهم من هذا يعني أرى أنا، أو النقطة الأولى جميعها مهمة، النقطة الأولى هو لما أبدأ أستقطع للإدخار والاستثمار، أنا دائما أقول قليل دائم خير من كثير مقطوع. ما تدخره للإدخار وما تستقطعه للاستثمار لابد أن يستمر ولا يقف تحت أي ظرف من الظروف. صحيح، هذا شيء مهم جدا. طيب. لأنه سوف يؤثر على مدخراتك، سوف يؤثر على استثماراتك. إذا كنت تدخلت في الاستثمار وبعدين احتجت أن ما عندك إدخار فقط استثمار، وجاك ظرف طارئ اضطريت أنك تبيع مثلا أحد استثماراتك هذه وتبيعها بخسارة، إذا إحنا ما استفدنا من هذا الاستثمار. طيب، إحنا نشكرك دكتور سالم بهمام على هذه التوضيحات وعلى هذه يمكن النصائح اللي قدمتها عندنا ودعمتها يمكن بأمثلة، وختمتها بقليل دائم خير من كثير منقطع، يعني وهذا دليل أنه دائما استخدام هذا الأمر شيء مهم جدا في حياتك. بعضهم ما يقدر يمكن حتى على موضوع أنه يعطي ادخار أو حتى استثمار ويمشي حياته، حسب يمكن تكوين الأسرة وحسب نسيج المجتمع وكمان حسب الراتب اللي يستخدمه شهريا. عموما نشكرنا دكتور سالم ونروح لنقدم لكم بعض النصائح اللي اعتبرها ذهبية.